في كل عام وخلال زمن الصوم الأربعيني المقدس تتحضر العديد من جوقات الترانيم لإحياء أمسياتها الفصحية التي تتضمن مجموعة من الترانيم الخاصة بالآلام والصلب والقيامة. ففي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي رعى المطران ويليام الشومالي مطران اللاتيني في الأردن الأمسية الفصحية التي أحيتها جوقة الكنيسة بقيادة المرنم فارس عباسي، حيث قدمت الجوقة التي حضرها المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران مارون اللحام والأب علاء مشربش راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة وفرسان القبر المقدس وجموع من الراهبات والمؤمنين، قدمت مجموعة مميزة من الترانيم الفصحية. أحيت جوقة القديس نيقولاوس في الصريح أمسيتها الفصحية في كنيسة والدة الإله للروم الأرثوذكس في جبل التاج بحضور الأب ثيودروس حداد راعي الكنيسة وجموع أبناء الرعية، حيث قدمت الجوقة بقيادة المرنم قصي فاخوري مجموعة من الترانيم الفصحية. كما أحيت ذات الجوقة أمسية فصحية في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الزرقاء برعاية النائب طارق خوري وحضور الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش راعي الكنيسة وجموع أبناء الرعية. واحتفلت كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحصن بأمسية فصحية أحيتها جوقة الكنيسة برعاية النائب وائل رزوق وحضور الأب ويليام سويدان راعي الكنيسة وعدد من الراهبات وجموع المؤمنين، حيث قدمت خلالها عدداً من الترانيم من وحي المناسبة. أنا الأم الحزينة، وما من يعزيها. وفي كنيسة مارلياس للروم الملكين الكاثوليك في جبل الحسين أحيت جوقة مشوار مع يسوع أمسيتها الفصحية بقيادة المرنم جوني الأطرش والتي حضرها عدد من الراهبات وجمع المؤمنين. أنت القدوس وتهديني، تهلل يوما تناديني. أنت القدوس وتهديني، أرتاد في طفافك ترويني. كما أحيت أيضا جوقة رقاد السيدة العذراء في المفرق أمسية فصحية في كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارا للروم الأرثوذكس في أبو نصير برعاية القنصل الفخري لجمهورية سان مارينو سامر قعوار وبحضور راعي الكنيسة الأب سيرافيم السلمان وجموع من المدعوين وأبناء الرعية. صحيح أن شعار الجوقة نحن نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل، ومن هالشعار بلشنا الخدمة والصليب اللي نحن لابسينه لخدمة رب المجد. محبتنا للآخر، محبتنا لأوطاننا هي رسالة نستذكرها بهذا الزمن المجيد، لنخدم أوطاننا، نخدم الأردن ونبني ونكون منح الأرض، نحافظ على هذا الوطن ونحافظ على الشرق. وفي كنيسة سيدة الوردية أقام قسم الأساسية العليا في كلية راهبات الوردية في الشميساني أمسية فصحية تحت عنوان ننتصر بك برعاية الأخت مشلين معلوف مديرة الكلية وبحضور الأخت مدلين دبابنة المستشارة الإقليمية لراهبات الوردية في الأردن وجمع من الراهبات وأعضاء الهيئة التدريسية والمدعوين.
أمام الناس ننتصر بك، نؤمن بوعدك، فقد ألبستنا ثوب الخلاص. وأحيت جوقة ينبوع المحبة أمسية فصحية في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، حضرها عدد من الأساقفة والآباء الكهنة وسفراء دول وشخصيات رسمية وعامة. وقدمت الجوقة بقيادة المرنم طعم جبارة مجموعة من روائع الزمن الفصحي، بالإضافة إلى مشاهد تمثيلية لدرب الآلام والصلب والقيامة. شرفني صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال أن أكون مندوبا عنه في هذه الاحتفالية الروحانية العالية، فرقة ينبوع المحبة. وأنا أشير هنا بأنه رمزيت هذه الطقسية التي قدمت أنها تشير إلى الدفء والمحبة التي تميز الأردنيين وتميز هذا البلد. استطاع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله أن يضع توازنا وأن يحمي هذه البلد بدبلوماسية بارعة وبسياسة حكيمة. هذا مساء طيب، مساء جميل، مساء فني عالي وروحاني، فيه كثير من الاستبطان الداخلي للذات، كثير من الموسيقى العذبة العالية التي تسبح الله، تسبح الخالق، وأيضا تمجد الإنسان على هذه الأرض وتحتفل بالحياة.